الله يعطيكم العافية، اليوم نبي نسوي برياني ربيان وهذه طريقتي. يلا بسم الله. ربيان منظف ومغسل، ننزل عليه البهارات المسجلة تحت، وثوم وزنجبيل مدقوقين وبصل مقلي وقوطي روب وحليب جوز الهند، نقلب تمام وعلى الثلاجة لمدة ساعتين. طلعنا الربيان من الثلاجة ونتركه 20 دقيقة بحرارة المطبخ ونبدي الشغل. جدر على النار وزيت قلاي البصل، ونلس بالربيان من دقيقة إلى دقيقة ونص. ننزل عليهم باقي الكمية اللي محضرينها من قبل، ننزل الكاري الأخضر والكزبرة والنعناع والبصل المقلي، نقلب كل المكونات ونسكر على الجدر 10 دقائق على نار متوسطة. تالي نرفع الربيان ونحفظه على جنب، والمسالة اللي تبقى بالجدر ننزل عليها شوية عيش أبيض، نقلب تمام. ومن تتأكدون ان العيش تشرب المسالة بشكل كامل، ننزل بصل مقلي وكزبرة ونعناع وعليهم طبقة من العيش الأبيض، ننزل بصل مقلي وكزبرة ونعناع والربيان اللي رفعناه قبل شوي، ننزل باقي كمية العيش والبصل المقلي وكزبرة ونعناع وعلوب الفلفل ومنقوع ماي الورد والزعفران، ونكتم الجدر لمدة 20 دقيقة على نار هادية، ويكون جاهز للنشاب. وسهمكم العافية. قرباني 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 الله كو پیاری ہے قربان.